مرحبا، معكم منير عجم من سلسلة المعرفة بإدارة المشاريع. حنسجل هالفيديو، يمكن فيديو تاني عن مدير المشروع. بهالفيديو هون حنركز على شيء بالإنجليزي بنقول له accidental project manager، أما هو مدير المشروع بالحادث، أما هي يمكن بالعربي بتطلع أحلى إذا قلناها مدير مشروع بالصفة. شو هي هالفكرة؟ اليوم علم إدارة المشاريع بالطبع في بعض المؤسسات الإنشائية والشركات النفطية صاروا 50 60 و70 سنة بيستخدموا إدارة مشاريع إذا مش أكتر، بينما في كتير شركات حديثة باستعمالها لعلم إدارة المشاريع، وإسا ما بيعتبروه كعلم مستقل للأسف. يعني بيعرفوا شيء اسمه Project Management، إنه أي مشروع لازم يكون يندار يكون له مدير، بس ما ضروري إنه ما عم بيلاقوا إنه المنهجية العلمية انه يمكن هي مطلوبة ولا الاختصاص هو ضروري. مشان هيك ممكن يكون في عنا مشروع تسويق ولا مشروع انشائي ولا مشروع تكنولوجي، بتيجي الادارة بتقول اوكي عنا هالشخص عنده خبرة بادارة المشاريع، اما عنده خبرة تنقول بالتسويق ولا عنده خبرة بالجرافيكس ولا عنده خبرة كمهندس، وعنا مشروع هلا بدنا ننفذه، خلي يكون نسلمه هالشخص هذا نعمله مدير مشروع. وهذا من هون بتيجي كلمة مدير مشروع بالصدفة، والمدير مشروع بالحادث accidental project manager، لأنه هو شخص يمكن مثل يكون مثل ما قلنا شخص اختصاصي شغلته على المشاريع، ممكن يكون له دور على المشاريع بس يكون كاختصاصي ك subject matter expert، يعني مثل ممكن يكون مهندس مثل ما قلنا، ولا كوبي رايترز كاتب بيشتغل بالويب ديزاين، اما بالتسويق، اما حسب نوع المشروع اللي عم يشتغله الانسان هذا. فهون عم نسلم هالشخص باداره. هلا لا شك هالشي تحدي لهالشخص وممكن يساعد يطور حاله، بس للاسف اللي عم بصير اليوم انه احيان توقعات، لانه هالشخص يمكن يكون جيد وممتاز باختصاصه، فمتوقع نحن انه حيكون كمان كمدير مشروع ممتاز، وهذا خطا. لانه على اي اساس؟ ما بنهي علم إدارة مشاريع صار علم مستقل وبحاجة. يعني نحن بنقول أحيانا إنه project management هي common sense، يعني بديهة. بالعكس، إذا المشروع كتير يعني شغل شخصين ثلاثة أو 4 5 أيام ممكن يكون نعتمد على البديهة وال common sense، بس إذا مشروع، أي مشروع له أهميته، بيتكون فيه فريق العمل مع عدة أفراد، مشروع ممكن يكون أسابيع ولا أشهر، بحاجة لخبرات، بحاجة لعلمه، لو كان بطريقة بدائية بالنهاية مع الوقت بيتطور الإنسان. المخاطرة اللي عم تاخدها الشركات والمؤسسات من وضعية المدير المشروع بالصدفة إنه عم بحطوا شخص غير مؤهل إنه يكون، أما مدرب يكون مدير مشروع، عم بيكلفوه مسؤولية أكبر منه وأعلى منه. هلا يمكن هذا الشخص إذا من النوع اللي بيحب التحدي ممكن يقعد يسهر ليل ونهار ويشتغل ويعمل أبحاث وتجارب ينجح بمشروعه يحقق نجاح، ويمكن ينجح، ما عم نقول نحن ما بينجح اكيد. بس السؤال، هل فعلا نجح؟ ما هي شو معايير؟ هون بنرجع فينا نسأل سؤال، شو هي معايير النجاح؟ كيف فينا نحدد معايير النجاح للمشروع؟ انه مجرد نخلص المشروع؟ طيب اذا هالمشروع هالشخص هذا خلصه ب 300 ساعة تنقول، طيب هل ممكن كان لو في عنده هالشخص مدرب وعنده خبرات وفريق العمل اللي معه، بدل ما يخلصوه ب 300 ساعة يخلصوه ب 100 ساعة؟ هل بدل ما مشروع مثلا ما يكلف 5000 دولار ولا 10000 دولار ممكن نقدر نخلصه ب 3000 ولا ب 4000 دولار؟ هل ممكن نخلصه بدون مشاكل؟ هون التحدي الكبير. طبعا هات ارقام صغيره، انا اذا نحكي بمشاريع كبيره، هلا نبلش نحكي عندنا 10 اشخاص عم بيشتغلوا لست شهور، يعني عم نحكي الساعه فينا بالاف الساعات. هل قادرين نحن ننزل اذا عندنا الانسان المدير المشروع عنده الخبره ولا متدرب، على الاقل متدرب على علم اداره مشاريع؟ مش شرط يكون معه شهادة، المهم يكون عنده متدرب بإدارة مشاريع، أما عنده حدا مرشد يساعده ويدعمه فوق منه، معه يعني إنه يقدر يساعده ويدعمه. ممكن ساعتها نحن نقدر نخلص هالمشاريع بصورة أسرع، بجودة أعلى، وبكلفة أقل. عم تسمعوني يا جادة هالكلمات يمكن بأكثر من فيديو، يعني علم إدارة مشاريع هو مش سحر، هو واقع علمي هدف منه يساعدنا نخفف من إمكانيات الفشل ونحسن من إمكانيات النجاح. يعني نجرب نخلص مشاريعنا بصورة أسرع، بكلفة أقل، بجودة أعلى، وباحترام ومحبة وتقدير
الأشخاص اللي عم نعملونها مشروع. شكرا.